تلاقم دا سيلفا في المرور، المحاولة والكرة لا زالت هدف أول. الأول يسجل دا سيلفا أو يمرر دا سيلفا، وبعد ذلك تمريرة وبعد ذلك متابعة من فيتور. فيتور يسجل الهدف الأول، فيتور يأتي بهدف التقدم بعد تمريرة مثالية من جانب دا سيلفا ومتابعة من فيتور. الكرة الماضية كانت من دا سيلفا إلى فيتور، نظرة ممتازة من فيتور، وبعد ذلك متابعة مثالية أيضا اللي كانت حاضرة من جانب فيتور اللي استلم الكرة الماضية وراوغ حارس المرمى وتقدم في الكرة الماضية وسجل الهدف الأول عن طريق فيتور في الدقائق العشر الأولى. عرضية ممتازة، متابعة، يا سلام، لا زالت. الذئب يعدل النتيجة، نعم الذئب يعدل النتيجة ويأتي بهدف التعادل عن طريق اللاعب عبيد الشهياري اللي يسجل التعادل واللي يعدل النتيجة بعد محاولة، بعد كرة تصدى لها الحارس عبد الله القميش في الكرة الماضية. هذه المتابعة، هذه اللقطة العرضية المثالية على مستوى الجانب القائم الثاني، وبعد ذلك حاول فيها حارس المرمى قراءة لم تكن موفقة من جانب حارس المرمى، لذلك نشاهد المتابعة، لذلك نشاهد الهدف الأول من جانب لاعبي فريق الذئب في هذه اللحظات. عرضية اللاعب امبريكو سيلا ومتابعة اللاعب المهاجم في الكرة الماضية لامار، وبعد ذلك المتابعة اللي كانت موجودة من جانب عبيد دا سيلفا يحاول في أن يمر بكرته، انطلاقة لا زالت، متابعة. هدف الانتصار لدب الحصن، هدف التقدم مرة أخرى، الحصناوي يتقدم ويضرب، بالهدف الثاني، نعم، بعد تمريرة أيضا كانت من دا سيلفا والمتابعة اللي كانت حاضرة، نعم، التمريرة اللي كانت من دا سيلفا بعد محاولات كانت موجودة، بعد فرص كانت حاضرة، لذلك نشاهد الهدف الثاني ونشاهد تألق طارق أحمد اللي يسجل حضورها الممتاز، مرت على يسار حارس مرمى الحارس طارش القايدي بهذه النظرة، والكرة اللي كانت فيها تركيز كبير من جانب طارق أحمد اللي صوب بقدمه اليمنى وراحت على يسار